كثيرا ما نسمع عن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة وما تسببه من ألم وحزن لعائلات الضحايا. قد يتساءل بعضنا عن أسباب انتشار هذه الحوادث في أمريكا وما إذا كانت هناك قوانين لحيازة الأسلحة. تعالوا معنا لنتعرف على التفاصيل. لنبدأ بالأسس. التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة يحمي حق المواطن في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها للدفاع عن النفس والممتلكات. تمت المصادقة على هذا التعديل في ديسمبر عام 1791. إذن حيازة السلاح من الحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي، ولكن مع هذا الحق الدستوري تأتي تحديات كبيرة. فكيف تبقي أمريكا على أمن مواطنيها وسلامتهم مع ضرورة الحفاظ على حقهم الدستوري؟ على عكس القوانين الفيدرالية التي تشمل جميع الولايات الخمسين، القوانين الخاصة بامتلاك الأسلحة تفرض من قبل حاكم كل ولاية، ما يجعل قانون حمل السلاح مختلفاً من ولاية إلى أخرى. إذن كيف تتحكم كل ولاية بقوانين حيازة الأسلحة؟ تقرر كل ولاية ما إذا كان يلزم مواطنيها تصريح لحمل السلاح. فمثلاً 12 ولاية تتطلب تصريحاً لشراء المسدسات، من بينها 3 فقط تتطلب رخصة لشراء البنادق، وهي كاليفورنيا وكونيتيكت وهاواي. بعض الولايات تجعل استمارة التقديم طويلة وصعبة، ومع هذا الإجراء قد يستسلم الفرد أو قد لا يستوفي أصلاً الشروط اللازمة للحصول على رخصة حيازة السلاح. ولكن على الرغم من القوانين التي تحددها الولايات الفردية، هناك بعض القوانين الأساسية التي تضعها الحكومة الفيدرالية لتحكم عملية بيع وشراء الأسلحة النارية. تشمل هذه القوانين وجود مكان مخصص لعمليات البيع والشراء، ووجوب التحقق من خلفية الشخص وسجله الجنائي، بالإضافة إلى وضع حد أدنى موحد لسن البائع والشاري. قد تسمح القوانين الخاصة بكل ولاية بتطبيق قيود عمرية أعلى، ولكن لا يسمح لهم بتخفيض الحد الأدنى الفيدرالي. ورغم وجود هذه الشروط الأساسية، هناك بعض الثغرات التي من الممكن أن تسهل عمليات بيع وشراء الأسلحة. فمثلا القانون يجيز لأي فرد بيع الأسلحة النارية دون ترخيص إذا كان دافعه عدم تحقيق الربح من خلال هذه المبيعات، وهذا يعيدنا إلى انتشار حوادث إطلاق النار. فبحسب الدراسات، الولايات ذات القوانين المتساهلة للأسلحة تتعرض لجرائم إطلاق نار أكثر وعدد أكبر من القتلى مما تتعرض له الولايات ذات القوانين الأشد صرامة. يبقى موضوع حيازة السلاح من أكثر المواضيع انقساما في المجتمع الأمريكي، فالديمقراطيون عادة ما يدفعون من أجل سن قوانين صارمة لحمل السلاح، والجمهوريون يصرون على حقهم الدستوري في امتلاكه. برأيك، هل هناك حل قريب للحد من عنف الأسلحة في أمريكا؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.